الجمل الذكي. في صباح يوم جميل وجد الشرير خربوط نفسه واقفا تحت جمل سالم الشديد الذكاء. كان سالم يتعلم أشياء جديدة في كل مرة يلعب فيها مع الجمل الذكي. يجب أن يكون الإنسان صبورا. يجب أن لا يحاول هؤلاء الصغار أن يصلوا إلى مستوى مرموق في هذا العالم. سأعيدهم إلى رشدهم. ألم يتوقف خربوط عن فعل الشر؟ هل بلغ شره هذه الدرجة من السوء؟ استعمل خربوط جهاز تغيير الكلمات وأسقط النقطة من تحت حرف الجيم، فتحولت الكلمة جمل إلى الكلمة حمل. عفوا، هل رأيت جملا كبيرا وذكيا؟ إن هذا أفضل مما توقعت. أنت تحب النوم كثيرا. أين أبو الحروف حتى يعتني ظهر الجمل؟ ها هو يخرج من بين الكثبان أقوى من الشدة، أطول من المدة، أحد من السين، أهدأ من السكون، أسرع من لمح العين. إنه الرجل الطائر، إنه الرجل العجيب، إنه أبو الحروف. مرحبا، أنا أبو الحروف. مرحبا يا أبا الحروف، إنه لا يتكلم. ينزع أبو الحروف نقطة من قميصه ويضعها تحت حرف الحاء في كلمة حمل، فيتحول الحمل إلى جمل مرة أخرى. أوافقك يا صديقي، إن المتعة في العمل تكمن في العمل نفسه. الشرير خربوط غاضب جدا. لقد أفسد أبو الحروف متعتي، سأختفي وأعود مرة أخرى. هل يعود خربوط مرة أخرى؟ سنرى ذلك في الحلقة القادمة من مغامرات أبي الحروف.